مش عايز اسمع من حد واولهم انا فكره ان الكابتن حسام حسن مش عايز يضم فلان الفلاني عشان خاطر ازمات ومشاكل سابقه، او عشان خاطر ان هو عنده مشكله مع مثلا شخص ما ليه علاقه بهذا اللاعب، او عشان خاطر هو اتخانق مع اللاعب ده وهو ماسك نادي كذا. خلاص بقى، مش هينفع نقولها، مش هينفع حد تاني يتكلم فيها، لان النهارده الكابتن حسام حسن حتى لو تاخر في وجهه نظر ناس كتير قوي في استدعاء عمر كمال عبد الواحد كبديل لفتوح اللي اتصاب، لكن في الاول وفي الاخر هو استدعى اللاعب. ومش سر يا جماعه، الناس كلها عارفه ان في خلافات بين الكابتن حسام حسن وعمر كمال عبد الواحد، وان عمر كمال عبد الواحد لما مشي من النادي المصري كان بسبب الكابتن حسام حسن. خلاص، لكن يجي الكابتن حسام حسن ويفكر في مصلحه المنتخب وبعد اصابه فتوح، حتى لو كلنا مقتنعين ان كان لازم عمر كمال يبقى موجود بدري عشان هو جوكر، وعندك محمد حمدي موقوف الماتش الاولاني وكان ممكن فتوح يتصاب او اتصاب، فانت محتاج عمر كمال فكان من الاول عمر كمال، لكن وجهات نظر فنيه. لكن طالما الكابتن حسام حسن استدعى عمر كمال عبد الواحد، اذا ده واحد مش بيفكر غير في مصلحه منتخب مصر وما عندوش اي نوع من انواع تصفيه الحسابات، ويحسب للكابتن حسام حسن اعلاء مصلحه المنتخب. ويمكن في كلامه مع الاعلاميين ومع الصحفيين في بعض المناسبات قال يا جماعه انا لا عندي مشكله مع محمد صلاح ولا عندي مشكله مع فلان ولا علان، انا عايز منتخب مصر يكون احسن حاجه. انا دلوقتي صدقت الكابتن حسام حسن وبصمت بالعشر. ده واحد عايز منتخب مصر يبقى في افضل مستوى بغض النظر عن اي، مش عايز اقول شده لان المفروض ما يبقاش في اي نوع من انواع الخلاف المبالغ فيه ما بين مدرب ولاعب، رغم ان ده بيحصل بالمناسبه، بس اختلاف في وجهات النظر، حتى لو انا مختلف معاك في وجهات النظر، او حتى ان احنا مثلا مش مقتنع بيك كمدرب، او حتى ايا كان، لا خلاص انا انسى اللي فات ده كله، انا دلوقتي في منتخب مصر فانت كويس هتنضم للمنتخب. ابرز دليل على كده ايه؟ ابرز دليل على كده عندك يا باشا موضوع انضمام عمر كمال عبد الواحد واستدعائه اليوم بشكل رسمي لقائمه منتخب مصر. بالتالي اعتقد ما كانش في حل غير كده ان عمر ينضم، لان عمر جوكر بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب جناح ايمن، جناح ايسر، كل حاجه ما شاء الله عليه. وبعدين لعيب متالق مع النادي الاهلي الفتره الاخيره بخلاف طبعا عدم مشاركته في البطوله الافريقيه بسبب ان هو مش مقيد، كان مقيد مع مودرن، لكن انضمامه مهم. واعتقد ان كده عمر هيلعب الماتش الاساسي، يعني هيلعب الماتش بتاع الاول ده اساسي، ممكن بقى الماتش الثاني يلعب محمد حمدي، بس ماتش بوركينا هيلعب اساسي، ده ماتش تقيل قوي، ماتش مهم جدا جدا. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق. بالمناسبه عمر كمال طبقا للمعلومات اللي عندنا هو كان موجود في النادي الاهلي النهارده، رايح يتمرن عادي، جاله مكالمه من الجهاز الفني للمنتخب، تمام، فبالتالي نقل المكالمه، قالوا له احنا عمر التمرين النهارده الساعه 8 في استاد القاهره، فاحنا يعني بنبعت لك استدعاء عشان تيجي منتخب مصر. خلاص، وبالتالي عمر بلغ الكابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي، حطه في الصوره، قال له في حصل كذا كذا كذا، تم التنسيق سريعا، عمر بدل ما يشارك في تدريبات النادي الاهلي وهو موجود بيجهز بيلبس اللبس بتاع التمرين في النادي الاهلي، راح مغير هدومه تاني، خد بعضه طلع على كوبري اكتوبر، نزل على استاد القاهره بعد استدعاء المنتخب. انا في الحقيقه عايز اشيد بعمر في حاجه، عمر تقريبا طلع في لقاء او اتنين على مدار الفتره اللي فاتت، اوكي، مع زملاء الاعزاء مثلا الكابتن احمد شوبير وايضا مع الكابتن اسامه حسني. فبالتالي طبقا للي انا قريته وتابعته وعرفته لما سالت حتى زمايلي في الاعداد قالوا لي اتكلم بكل احترام عن الكابتن حسام حسن. فده تصرف جيد من عمر، عمر اللي انا اعرفه يعني اللي انا اعرفه من بعض المصادر ان عمر على المستوى الشخصي ما عندوش مشكله مع حد، هو لاعب ملتزم محترف، فوقت ما هيتم استدعاء المنتخب هيشارك في النادي الاهلي لاعب اساسي ما لعبش اساسي، هو ملتزم جدا وهو من النوعيات دي يعني، فاتمنى له رب كل التوفيق هو وزمايله في منتخبنا الوطني. طب اصابه فتوح